بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم محمد جمال المحامي. النهارده هتكلم على كيفيه عمل محضر شرطه. ازاي اعمل محضر شرطه؟ لو كان اذا كان محضر الشرطه هش وضعيف فاسانيده القانونيه تكون قد اضعت اول فرصه في اجراءات استرجاع حقك واثبات الواقع ايا كان تكييفه القانوني. اولا، يختلف المحضر في تحريره حسب اختلاف الواقع. يعني في محضر الضرب مثلا، محضر الضرب والجرح، اولا اذا كان هناك شيوع اي اكثر من مرتكب للواقع، يجب ذكر وتحديد فعل كل شريك على حده. مثلا قام فلان بالتأييد من الخلف، وقام فلان بجلب اداه حاده او ايا كانت الاداه محاولا اصابتي، وقام فلان بضربي بيده واوقعني على الارض، الى اخره. وعند السؤال، في سؤال مهم بقى، عند السؤال المهم بقى لما بيجي محرر المحضر يساله لك: هل يوجد لديك اصابات ظاهره او خفيه؟ فالرد هيكون نعم، ايوه هناك اصابات خفيه في اماكن خفيه متفرقه الجسدي لا يجوز الافصاح عنها بديوان القسم، واطلب تحويلي الى المستشفى العام لاثبات جميع اصاباتي الظاهره والخفيه، وتذكر الاصابه الظاهره بس هي اللي تذكرها. تاني حاجه، يجب الا تذكر نتائج اصابات نتيجه الاداه المستخدمه دون علمك لمعناها. يعني انت ما تعرفش معناها ايه، ما ينفعش انت تستخدمها. يعني ايه؟ بمعنى لا تقول خدشني وبعد كده تقول باستخدام عصا، لان هذا تناقض بين الدليل القولي والدليل الفني، لان العصا تعمل كدمات، بتصنع كدمات وليس خدوش. ما تقولش مثلا خدوش والاداه المستخدمه مطوه او قطر، لان المطوه او القطر بتعمل جرح قطعي او غائر، ايه خلاف. في موضوع محضر السب والقصف، يجب التفرقة بين الجريمتين. فالقصف هو يعد قاذفا كل من أسند لغير أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبة المقررة لذلك قانونا، أو أوجبت احتقاره عند أهل الوطن لذلك قانونا. لذلك يعني إيه باختصار بالعامية كده؟ أنت مرتشي، أنت نصاب، أنت فاسد، أنت إلخي. أما السب هو خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون أن يتضمن ذلك إسناد وقعة معينة إليه بمعناها العام، يعني ابن الكلب، ابن كذا، انت كذا، إلى آخره. جميع الشتائم الإباحية برضو تعتبر سب. فيجب عند سؤالك، لما بيجي يسألك بقى في المحضر اللي انت بتعمله أو هتعمل محضر إيه، بيقول لك هتعمل محضر إيه. يعني لما بيجي يسألوك كده في اسم الشرطة، انت يا استاذ هتعمل، راح تعمل محضر ايه، او انت المحضر اللي انت جاي تعمله تعمل ايه، لازم تعرف هل هو سب، هل هو قصف، هل هو الاثنين معا سب وقصف. ويجب ذكر جميع الالفاظ التي ذكرت لك في الواقعة واثباتها في المحضر مع وجود شهود لاثبات. لازم يكون في شهود اثبات في هذه الواقعة. الالفاظ لازم تتذكر صراحة وسماع شهود. وعند رفض سماع الاسم، يعني قسم الشرطة رفض ان هو يسمع شهودك، تروح للنيابة، هتقدم طلب شهود الواقعة وتثبت ده في محضرك، محضر الشرطة، ان كان معاك شهود والاسم رفض سماعه. تثبت في المحضر كده وتثبت اسمائهم، لازم تثبت اسماء الشهود في المحضر. تمام. نيجي بقى في محضر النصب. تعريفه ايه هو النصب؟ هو الاستيلاء على شيء مملوك لغير بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشيء. ويشترط في جريمة النصب باستعمال طرق احتيالية، يجب ان يكون بين وسيلة التدليس التي لجأ إليها المتهم وتسليم الأشياء الذي حصل رابطة السببية. وهذا يقتضي أولا أن يكون التسليم لاحق على استعمال التدليس، كما يشترط لذلك أيضا أن تكون الوسيلة من شأنها أن تؤدي إلى تسليم المال. وإذا لم يعني الصلة ما كانتش موجودة بين الطرق الاحتيالية التي استخدمت وبين تسليم المال، ما فينا ما فيش جريمة. يعني لما تيجي تعمل محضر، ما تقولش كلام مرسل: فلان اشتريت منه سيارة ولقيتها معيوبة فنصب عليا، لأنك لم تذكر هنا أي طريقة احتيالية، ويكون ذلك من عقود الشراء وبها عيب يستلزم التعويض. أو همك إن السيارة ملكه ثم أخذ منك مالا على تسليمها لك في اليوم الآخر، وقد أوهمك إنك إنها ملكا له واستولى على مالك. يعني لازم يكون استولى على مالك. اهم جزء في المحضر، لما يجي تيجي تسال في محضر الشرطه، لما بيجي كده امين الشرطه يسالك: ايه غرضك من تحرير المحضر وما سبب تحرير المحضر؟ امين الشرطه هنا بيكلفتك. يعني ايه بيكلفتك؟ في السؤال ده في اسباب يعني لا داعي لذكرها. المهم يا اساتذه، يا فاضل، انت وانت رايح القسم انت عارف مسبقا الواقع، يعني انت عارف انت راح تعمل الواقع ايه او انت راح تعمل ايه. لازم تفتح وتدور على المواد المقيدة لموضوعك،
لازم تعرف ايه هي المواد اللي انت راح تعمل عليها المحضر، ولازم تجاوب في المحضر الاجابه اللي انا هقول لك عليها دي. في اخر المحضر يعني لما يجي يقول لك ايه سبب من تحرير المحضر وما غرضك من تحرير المحضر، لازم هتقول له اتخاذ جميع الاجراءات القانونيه تجاه الواقع طبقا لمواد كذا مع حفظ كافه حقوق الاخرى وحق الادعاء المدني. نقول كمان اتخاذ جميع الاجراءات القانونيه تجاه الواقع طبقا لمواد كذا وكذا وكذا من قانون كذا مع حفظ حقوق الاخرى وحق الادعاء المدني. ارجو ان انا قدرت ابسط واوضح ازاي تعمل محضر شرطه بطريقه بسيطه.